برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة أخبار الكرة العالمية، وهنبدأها من عند ريال مدريد اللي لحد دلوقتي مركز راس الحربة بيثير حالة من الجدل داخل قلعة المرينجي خلال الميركاتو الصيفي بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي. وفقا لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فقد حدد المدرب كارلو أنشيلوتي اسمين لفلورنتينو بيريز رئيس النادي، لكن الأخير لم يستجب، وأشارت إلى أن الاسم الأول كان الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم طبعا يوفنتوس، لكن النادي الإيطالي طلب 90 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب، وبالتالي ألغى بيريز الصفقة على الفور. أنشيلوتي الاسم الثاني كان أقل التكلفة، اللي كان طلبه أنشيلوتي وهو اللاعب البرازيلي تشارلسون مهاجم توتنهام، لكن إدارة الريال لم تقتنع بالصفقة ولم تخذ مفاوضات من الأساس لتلبية طلب المدرب الإيطالي. بيريز لحد دلوقتي وفقا لتقرير الشبكة مقرر ان الخط الهجومي الحالي كافي، ويستنى بقى كيليان امبابي مهاجم باريس سان جيرمان لما يتحسم امره في الصيف المقبل، في حين يرى انشيلوتي ان الفريق في حاجة الى مهاجم اخر، ومازال الجدل دائر حتى الان.